تلقى الناس ينبذون ليه عصبجيه، ما عصبجيه عصبجيه انتو، وبنظارات واقف ورا، وده فضيله الامام عصبجيه انتو، انت عندك عصابه، ما عندنا اي عصبجيه نحن، افهم بالراحه كده وما تزعل، موضوعنا معاك توب لله. وسكترت ذات مره سلت مره بغادي خروج مره بجاي، امسكوك من وين وخلوك وين يا اخي انت ذات حيرتنا، امشي هذول احنا ما عندنا لك شيء ثاني، وانا وريتك واضح والله. والكلام ده والله انا بقوله من جوا قلبي، لا داير مجامله ليزول ولا رفع انزول ولا كذي ولا بيان ليزول، لكن في النهايه شغله دي كترت تنبز زي ما تنبز. وهؤلاء بتجيونا اموال، اموال من وين؟ انت مشكلتك معانا بتجينا اموال من وين بتجي؟ هسه انا المؤسس الجمعه دي واحد الشكل معاي في الجامعه قال شغله واضحه، قام قال لي اخر مرتب قبضته من انصار السنه 200، خليك واضح معانا. قلت له هذول ما بي مرتب، انا شغال على التالي في مدرمان، بكره تعال السوق تلقاني لاف في توك توك راكب مع هذول وشغال على التالي وارقام ما في. انت على التالي قال لي، قلت اخر مرتب قبضته وين؟ يا زول قبضته شنو؟ انت مشكلتك معاي في قلت له ترى هو انا قاعد اجيني مرتبات وبياكلوها ناس وبيسميتوا كذا، ولا ما دار حاسب زول، وما عندي لك حساب انا ولا عندي لك شغله، ما بي مرتب شغله دي دعوه واضحه تجب المواصلات، بكره الله يفتح عليك بموتر تموت ولا تمشي تجي، المهم بعد بكره بعربيه تجي تبلغ الدعوه. انت مشكلتنا انت من زمان مرتب ومرتب يعني، الا بس بعد بدينا نكشف حركتك الشغله دي ما في مرتب، والله ما في مرتب ولا في شيء بنشيله من زول ولا غيره، ما دار اضيع الزمن، لكن من معبود تبين للناس طواغيت يعبد من دون الله تعالى. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا.